متابعينا الكرام، نتواصل هنا مع الشوط الثالث وهو الثاني. هنا متابعينا شوط القعدان، شوط القعدان الصعوب لمسافة 1200 متر. هنا ناتي للمقدمة الأطلس حمدان بن علي بن سعيد بن بطي، ما شاء الله يا هذه الأسامي المرعبة. المركز الثاني عندنا شاهين وحميد بن عبد الله بن مطر بن فارس، هو المتابع ما شاء الله لشاهين، ما شاء الله. المركز الثالث عندنا سراب عبد الله بن سعيد بن بخايت. نعود مع الأطلس، كم أنت خطير يا بن بطي، عندك البحر وعندك المحيط وعندك الأطلس. الله 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 الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. حمدان بن علي بن سعيد بن بطي المركز الثاني، سراب عبد الله بن سعيد بن بخايت المركز الثالث، هناك شاهين لحميد بن عبد الله بن حميد بن مطر بن فارس. نعود مع الصدارة، نعود مع الأطلس. الله ما شاء الله، يبقى النقطة الثانية، النقطة بالمحيط والآن بالأطلس، ما شاء الله. خلاص قفل على الشوط ولا هناك تغييرات؟ عند راعي سراب عبد الله بن سعيد بن بخايت، ايضا بن بخايت يبقى نقطة ثانية. الله الله، هذا هو حال سباق الهجن. ليتي من وراء مع هبوب ذراع، ليه من وراء مع هبوب ذراع. الله الله الله، سراب يقلب الموازين، سلام الناموس سراب عبد الله بن سعيد بن بخايت، النقطة الثانية في هذا المساء. سلام الناموس عبد الله بن سعيد بن بخايت، الناموس يا ابو الريم والناموس يا ابو علي. دقيقة 43 ثانية، 65 جز من الثانية. اما المركز الثاني فكان فيه الأطلس حمدان بن علي بن بطي، المركز الثالث كان شاهين السالب بن مطر بن فارس الدرعي. هذا مشاهدين الكرام، اتوجب الشكر الجزيل للقائمين على هذا الميدان، حمد بن سالب بن ثعلوب الدرعي ومسلم بن سالب بن ثعلوب. شكرا للجنة المنظمة، سالب بن سيف ابو حمدان، وايضا هناك احمد بن نصيب الجنيبي ابو حمد. شكر خاص لمبدعنا هناك الدكتور علي البشير. ايضا اتوجب الشكر للاخوة الاعزاء هناك المصور وايضا المتيم. شكر علي حميد، شكر ابو علي. قبلوا تحياتي ان شاء الله اخوكم علي حبيب الدرعي، اللقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم، والسلام ختام.